السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف حاجة في الباور بي اي، وده ممتاز جدا في انك تاخد البيانات اللي عندك وتعمل لها فيجواليزيشن، ودي من الحاجات اللي مطلوبة دلوقتي في سوق العمل. اقول له عايز اعمل كونكت مع الملف دوت، فيبدأ يجيب لي الجداول ويقول لي اختار الجدول اللي انت عايز تاخد المعلومات بتاعته. هنا الاسامي بتاعت الناس دي، العمر بتاعهم، ده الخبرة بتاعتهم، ده السالري، ده الخبرة في الخليج. فعلا في الشركة بيطلبوا مننا اننا نكتب هو خبرة مثلا 10 سنين، قد ايه منهم في الخليج. طيب اقول له لود، طيب هبدأ اشوف ايه الشكل اللي انا افضله عشان اشتغل بيه. وليكن مثلا دوت اهوت، وابدأ اكبر فيه بالشكل دوت. طيب عايز ابدا اقول له هنا حط لي الاسماء، فهبدا اخد البيبول وابدا احطها هنا في الاكس. تمام. طيب دلوقتي بعد كده عايز اقول له اظهر لي الايج، اظهر لي الاكسبيرينس، اظهر لي الخبره في الخليج دي، فيظهر معايا الجدول بالشكل دوت. تمام. طيب انا عايز لما يقرب من الواحده فيهم يبدا يجيب لي، او انا بجيب لي بيبول ليج، عايز يجيب لي برضو السالري. تمام. فانا عندي حاجه اسمها تول تيبس، اقول له حط لي السالري هنا في التول تيبس. يبقى انا لو وقفت هنا بالماوس هيجيب لي البيبول والايج والسالري. طيب دلوقتي انا عايز اغير حاجات في الشكل هنا، باجي هنا في فورمات واقول له انا عايز مثلا دي المعلومات العامة، عايز البرسبكتيف يبقى عامل ازاي، الاكس والواي يبقى عامل ازاي، الداتا كولر ممكن تقول له لا الايج مثلا عايزها باللون دوت، عايز الاكسبيرينس مثلا باللون دوت، عايز ازاي نغير اللون بتاعه للشكل ده. فانت غيرت الالوان للحاجة اللي انت عايزها بالشكل دوت. ممكن التايتل عايزين عنوان مثلا معين، بدل ما هو كاتب ايج واكسبيرينس وكده، ممكن نكتب مثلا الموظفين او الاذكى العام او الزملاء. تمام. فهو كده هوت، انا حبيت ان اكتبها بالعربي عشان اوريك انها تنفع تكتب بالعربي. طيب